أبغى أسألك سؤال ممكن؟ مين عثمان طه؟ مين عثمان طه؟ ما تعرف عثمان طه؟ مهندس أتوقع. مهندس لا. مو شاعر؟ الشاعر لا مو شاعر. هو بيهندس أمور أخرى بس مش معمارية. So who is عثمان طه؟ أو مسؤول. هو عنده مسؤولية ضخمة جدا يعني. شخصية معاصرة هو عايش حاليا. شوف يمكن لمحت اسمه في حتة. هلا 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 حبيب. هلا وسهلا. الله يكرمك الله يكرمك حياك يا ماما. خليك مع احمد الشقيري. ولدك يحبك مسميك القمر في 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 التليفون. عارفه المعلومه دي؟ نسالك سؤال سريع تعرف تجاوبي ولا لا؟ اشوف. طيب مين هو عثمان طه؟ مين ايه؟ عثمان طه. هذا الخطاط المصحف. ما شاء الله انت ولدك علامه. هو علامه وانت علامه. ترى الواحد بيقرا القران شوف سنين ما عمري فكرت انه هذا ترى خط يدوي. يعني كنت محسب صراحه انها يعني خلاص كمبيوتر وفونت موجود وانطبع وانتهينا. لا طلع هذا الخط اللي قاعدين نقراه احنا واحد شخص انسان قاعد خط القرآن كله بيده من أوله لآخره. فالمصحف الشريف المصحف المدينة المنورة لما تفتح من الخلف هتلاقي مكتوب بعون الله وتوفيق تم طبع هذا المصحف وبعدين في الأخير الخطاط عثمان طه. هو ده هنقابله أول مرة أقابله. بسم الله. السلام عليكم. حيا الله شيخنا. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. مرحبا. كيف امورك؟ ان شاء الله طيب. الله يكرمك الله يكرمك. عثمان طه يعني سبحان الله الواحد يشوف هذه على طول كذا مغناطيس يد تقبلها لانها يد يعني قضت اكثر من 30 40 سنه في كتابه المصحف. كتبت القران بجميع الروايات حوالي 12 نسخه كل خط يد. والله أنا عشقان الخط ما يهمني التعب يعني أكتب حتى أتعب حتى أحيانا أنا أكتب الخط القلم على الأرض. متعة أي نعم. الشغف متجسد فيه. شغفه في كتابة المصحف. ما يهمني الدنيا كلها ما يهمني أنا والخط. أنت والخط بس. عندك طقوس معينة قبل لا تبدأ؟ أنا ما كتبت صفحة من المصاحف اللي كلها إلا على وضوء. أنا. فالمصحف الواحد تقريبا كم يأخذك وقت كتابته؟ كم يأخذ وقت عشان تكتب القرآن الكريم كاملا بخط اليد؟ أسبوعين خط اليد. طيب حقك كمواطن إنك تقول شهرين. ستة شهور. سنة ونص. تسعة شهور. ستة أشهر. شهرين. شهر. أسبوعين لا صعبة. أسبوعين شغلة. How long do you think it takes to write the مصحف؟ 2 years. 2 years. يلا مين يفوز فيكم؟ انتوا الثلاثة. تحدي بينكم. سنتين. سنة. 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 سنتين. 3 سنوات. 3 سنوات. اي نعم. عمل يومي. عمل يومي. الحمد لله. بالنسبة لكتابة القرآن يعني الإنسان المؤمن اللي يؤمن بالدين وبالآخرة ويؤمن بوجود الله القرآن مخيف. صعب. صعب. يعني خاصة عندك وصف الجنة وصف النار. وصف الجنة مرتاح أنا بحب أنه ما تخلص الآيات يوم يعني تجي على جهنم وعذاب جهنم وكذا كذا كذا شو إذا بترجو. سبحان الله. بعرق أنا عادة ما بعرق ولا بحس على حالي. شيخ عثمان دحين في يعني اللي حيشوفوا اللقاء ده يمكن ملايين مسلمين فإيش تحب تطلب منهم لما يقروا القرآن؟ يدعو لي يعني يحفظ لي عيني وجوارحي مشان أكمل عملي وعمري يتقدم كثير الحمد لله. أنا الآن جاوز 85. إن شاء الله. الله يطول في عمرك في البركة والخير. ربنا يحميك من كل شر. آمين. ربنا يسترك دين ودنيا وآخرة. يسترك يستر عيالك. ربنا يوفق أولادك يحفظ زوجتك ينزل محبة بيناتكم. الحمد لله رب العالمين. الله يكرمك. الله يخليك. تسلم يا شيخ. الله يفتح عليك إن شاء الله. أول خطوة في طباعة المصحف هي الكتابة اليدوية. بعدها يتم تحويل المخطوطة اليدوية إلى مخطوطة رقمية أو ما يسمى بالنسخة الديجيتال. المخطوطة الرقمية توضع على صفائح معدنية
بمعدل 8 صفحات في الصفيحة الواحدة. الحين يبدأ إيش دخول الورق في العملية. 950 كيلو وزنه مع الأخ سمير خبير الرولات. هنا هنا أيوة أنت شدي. طيب حاضر فتشنا يده. تمام إن شاء الله. كيف بس ال أنا نسيب الأخ سمير يسوي شغله. هذا هو الورق حق المصحف. طبعا هذا ورق خاص بمعايير خاصة ولو بصمة يعني زي تعرفوا العملات عشان موضوع الأمان وما يكون فيه أي نوع من أنواع التزوير ولا شيء. ورق خاص له بصمة. تمام أيوة ضغطة أول شيء خاص بينزل ده ولا خربنا الجهاز. قلت لك أنا مالي ومال له خربنا يمكن ما أتفق. أي لا هذا كويس ممتاز. يلا تمام الحين هيروح الورق الرول ده هيروح على بداية خط الإنتاج اللي هو هناك ده. من الصفائح المعدنية يتم الطباعة على الأوراق اللي جات من الرولات الكبيرة في بداية خط الإنتاج. هنا الرول يتم تقطيعه من 4 إلى 2 إلى 1. لسه ما صارت صف واحد تحت. المنتج النهائي لهذه المرحلة الملزمة. البكرة اللي شفناها تطلع 28,000 ملزمة، 900,000 صفحة من صفحات القرآن تذهب إلى هذا فريق المراقبة الأولية. بيأخذ عينات عشوائية من خط الإنتاج. تخيلوا كل كم؟ كل دقيقتين بيسوي عملية تدكيس علشان الختم يتأكدوا أنه بيسوي الموضوع ده. مراقبة عامة وأولية لأوراق المصحف. الباكت الواحد في 700 ملزمة. الآن نيجي لمرحلة تجميع الملازم وتخييطها يصبح مصحف. هذا الحين مصحف كامل. يجي عند المراقب أو المدقق ويقوم بعملية الختم. هتلاحظوا المصاحف كلها فيها ختم من وراء خاء وبعدين رقم. فمثلا هنا خاء والرقم. الرقم ده هو رقم تعال رقم رجلة. حافظ رقمك؟ نعم. كم رقمك؟ 224. عشان لا سمح الله إذا في خلل يعرفوا مين المراقب على هذا المصحف. المصاحف دي تروح للطبلية. الطبلية فيها 1100 مصحف تقريبا. الآن تم تركيب ما يسمى بالقميص. الصفحة الأولى والأخيرة في المصحف والغرف. وآخر مرحلة في الإنتاج مرحلة التغليف. وهنا آخر خط الإنتاج مصحف مكتمل. الطبالي فيها 1435 مصحف. هل خلصنا؟ لا لسه. هذا كله لازم يروح لمراقبة تأكيد الجودة. 380 موظف. شوفوا كيف كلهم جالسين كل واحد قاعد يراجع عدد. وهؤلاء أيضا لما نخلص هتلاحظوا في الختم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف تأكيد الجودة. فحتى على مراقبة تأكيد الجودة في مراقبة. طبعا المجمع بيطبع ترجمة القرآن ب 76 لغة. كل سنة تقريبا 20 مليون مصحف ومنتج بيخرج من المجمع. طبعا الزوار كثير أكثر من 2000 واحد بيزوروا المجمع ده كل يوم. وهم خارجين كل زائر يحصل على مصحف مجاني يقدم له من المجمع. فأيضا هذه خدمة جميلة يختم بها زيارته. شكرا. السلام عليكم. السلام على المصحف.